يعني يجوز خلوه معلم مع معلمه وغلق باب الفصل مع وجود اطفال اكبرهم سنا 8 سنوات، يعني الفصل كله اطفال والمدرسه مع المدرس في الفصل امام الاطفال، يكره كراهيه شديده، يكره كراهيه شديده. ليقبلن رجل بامراه فان ثالثهما الشيطان. نعم هي ليست خلوه لكن الصغار كالعدم في الغالب، لكن يعني ليسوا كالعدم في كل شيء، لكن عموما محطة لنفسي من صنع ذلك.